لو بصينا على سجل أبطال الدوري المصري عبر تاريخه هتلاقي الأهلي بيغرد منفردا 43 دوري. أقرب المنافسين معاه كام لقب؟ 14. بصوا على الشاشة، 3 أضعاف ألقاب الزمالك النادي الأهلي محققها. الزمالك 14، الأهلي 43. 43 بقى إيه؟ ده في عصور مختلفة وفي سنوات مختلفة وفي حقوق رعاية مختلفة وفي تواجد مسؤولين مختلفين عبر الأزمنة. يعني اللي عنده أزمة في التسعينات طب رأيه إيه في الألفية الجديدة؟ طب اللي عنده أزمة في الألفية الجديدة رأيه إيه في الثمانينات؟ طب وإحنا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الدوري في 48، تعليقك إيه وتاريخك إيه؟ الأرقام على فكرة هي لغة مهمة جدا، ولغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. عشان كده امبارح لما قلت إن خلال ساعات بإذن الله الأهلي هيتوج ببطولة الدوري العام، وقتها قلت إن اللقب أو الدرع القديم قبل ما يكون في درع جديد، واللي أعلنت عنه رابطة الأندية امبارح في مؤتمر صحفي كبير جدا كان في العاصمة الإدارية، يجب إن الدرع القديم ده يكون في النادي الأهلي، الأهلي يحتفل بيه وكمان يحتفظ بيه. لأن البطولة دي هي البطولة التاريخية، مفيش نادي، هات لي نادي في مصر حقق الأرقام دي كلها. فالدرع القديم اللي احنا شفناه دلوقتي على الشاشة لو تبص عليه هتلاقي على كل مرحلة سنية 48 49 49 50، عارف أنت فكرة إنك تكتب اسم الأهلي وتعمل علامات صح. ما أنت من كتر ما الأسماء الأندية اللي موجودة قليلة جدا، مفيش غير الأهلي بس، فأنت الدرع كتب عليه اسم الأهلي. فبالتالي أكتر نادي للحق إنه يحتفظ بيه هو النادي الأهلي. فبالتالي مبروك مبروك لكل الاهلاويه الفوز بالدرع، مبروك الفوز بالدوري. ودايما الاهلي لما بيكسب البطوله في بعض الاحيان بتبقى فيه منافسه لغايه الجولات الاخيره، ولكن الاهلي بيقدر لما بيكسب بطوله بيفرض نفسه عليها من الاسبوع الاول. وبعد ما الاهلي لعب 29 اسبوع قبل نهايه المسابقه بخمس اسابيع، الاهلي رسميا بطلا للدوري العام.